كل واحد مانيش نحكي على النهضة على خاطر أنا مسلم ديما عندي قاعدة أساسية واذكر موتاكم بخير أنا سيدي واش نذكرها أما زاد نضحك كان زاد تحت تحكي على الشرعية بعد جابس وبعد قفصة وبعد سليانة لا عاد عيب كان تشوفوا ذاكم كلهم زاد عندهم شرعية أنا شرعية ها وليت صحيحة أنا اللي ضربت البارح أما ذاك فما مثل مش كوعو بوعو بتاع سلبادي لا لا فما هذا تقطيقو مازال فلاقو بابا مازال الخير القدام تحية لأهالي قفصة لرجال ونساء قفصة تحية كبيرة قسما بالله البارح بكيت قسما بالله ريت الصنادية تونس هكذا يقول عليهم جذ ذاك من عند هكذا يقول عليهم كلاب هم كلابهم في وفائهم لهذا الوطن ما هوش كلاب مشروع الإخوان المسلمين يا أيها الجلف أنت تذكر رجال قفصة بسوء أنت تهددنا باش تقول عدنا ونحمي مقراتنا أنت يوم السخ تقول وين حاربوكم فحاربوهم له كفار تفهم هالآية فين تقالت فين السياق تقالت تحية لرجال قفصة لنساء قفصة البنات قفصة شباب قفصة تحية إليهم ومعنا جدي عمرو الكعباشي وسيدي فاخد بحول الله لعنتهم ستصيب النهضة تحية للرجال ونساء سليانة وإن شاء الله باش هبطوا خدمة ضربونا بالرش أما إحنا رش حبنا لهذا الوطن أقوى يتيحوا فيهم رجال الأحمادة إن شاء الله أكل مسخين اللي ضربكم بالرش تحية الجابس العظيم البارح ريت جابس الأخرى ومش جابس الحناء البارح جابس حنات إيداها البارح جابس حنات أرضها البارح الحنة مش منشي منها في جابس محلاكم يتيح فيهم سيدي بالبابا اللي يحبوا يخربوا تونس محلى حنتكم ومحلى ملوخيتكم البارح تونس خضرة بالحق بخرجتكم الكبيرة وبكليتكم اللي تبنيوها أنتوما تحية لقفصة لسليانة لجابس وإن شاء الله ما توفاش الجمعة كان تحية لكامل الجمهورية انتهت اللعبة صفر الحكم عودوا إلى حجراتكم وأنتم أدرى الناس بما هي حجراتكم في ملعبكم تحية